أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: هل لصلاة القيام التي تقام في العشر الأواخر من رمضان هل لها أصل من السنة؟ نعم، أصلها واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وكان في العشرين الأول يصلي وينام، فإذا دخلت العشر الأواخر فإنه يحيي ليله، وفي رواية لم يذق غمضة، هذا دليل على أنه في العشر الأواخر يزاد في التهجد ويزاد في الصلاة في آخر الليل كما كان السلف يفعلون هذا. لكن هنا في هذا الوقت مثبطون من اللي يدعون طلب العلم، يثبطون الناس، وكل شيء عندهم بدعة وكل شيء عندهم ما عليه دليل، ويثبطون الناس عن القيام في رمضان وفي غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.